اللهم أنجي المسلمين المستضعفين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين، أنجي المسلمين في العراق، أنجي المسلمين في الشام، أنجي المسلمين في اليمن، أنجي المسلمين في أفغانستان وفي بورما، أنجي المسلمين في الشيشان وفي ليبيا وفي الصومال، أنجي المسلمين أينما كانوا. إليك المشتكى، إلى من نشتكي إلى هنا يا إلهي يا ربي، إلى من نشتكي؟ أين عدو يتجهمنا، أم إلى قريب يتجهمنا، أو إلى عدو ملكته فيه أم فينا أمرنا؟ إلهنا إليك المشتكى، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. إلهنا أنزل السكينة في قلوب المسلمين، وصب عليهم من الأرزاق صبا، وارفع عنهم الحصار يا رب العالمين، وآوي اللاجئين والمنكوبين، وانصر المستضعفين أينما كانوا يا رب العالمين، انصر شبابنا في كل مكان، واحمي ديارنا في كل مكان، واحمي نساءنا في كل مكان، واحمي أعراضنا في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ووحد كلمتهم، ووحد صفهم، وأخرجهم من هذه الظلمات يا رب العالمين، ظلمات بعضها فوق بعض. أحبتي في الله، صلوا وسلموا على رسولكم الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قد أمركم بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.